عليكم الحباب، كي دايرين لاباس عليكم؟ صحيح لاباس امور هانيه. انا راه قلت لكم شحال صافي راهي شينا الحان تاع الراس. ها هو انا مزيانه حط ها هو مزيانه هكا بنت هيك ما درناش شحيمه. هو راه الحان الراس كله شحمه كله شحمه دابا الدار راه مرفله وكل شيء وما عنا مغسولين شحال فطرنا وخرجنا قلت ليها قالوا بال الغدا هو الاول ربط الغدا هو الاول عاد باش نغسل المواعين نجمعوا الدار والغدا سيري طيب الحيمات والله زوينين هذا انا ندير لك الواجه قولي لنا قولي لنا شكون العنب هذا هو ومازال ما دخلش العنب ما دخلش العنب موسكا العنب ديال الصخيرات قال لي باقي ما دخلش العنب تاع الصخيرات وباقي ما دخلش العنب تاع اكادير اكادير هو موسكا ها العنب فينا هذا هو العنب ما فيهش الفرق دكس دكس هذا هو العلم اللي كيعجبني انا ديال المغرب هذا كيتزرع في المغرب هذا كلشي كيتزرع في المغرب ولكن هذا هو الزين باقي دخلت دابا غنديرو في الثلاجه حتى نديرو في الصوت ديالي كيفاش العنب ديال واحد المنطقه الصخيرات واعر صخيرات عندها باش يجي كتاب ورقه زيانه ما يروحش مكانه نخرج انا ومزابحه كنتقدا كيحضرينا هو سامي هاد هادي دير الثلاجه هادي دير الثلاجه ديرها كيبقى مع الدراري هنا ولا تندو معنا واحد في الدراري حتى دابا اليوم دينا معنا ياسين دينا معنا ياسين خلينا على سفيان وساميه معاها ويان اخوتي الحباب صيفتك يا ياسين او كلشي تبارك الله اوكي ماشي حتى الجميل بزبوص جنة ربيع ربيع انا مزيانة عارف حيا هكا غادي يردها الكوكا تاع درتها كفته بسم الله جبنا فلفلة جبنا سلاوي انا مزيانة سلاوي يا سلاوي وما درتي في جيم اللي كتشي في الجيكم من ما قشها وقلت نصور وقلت لهم ها اللي بخرجني من عين برافيك في اوروبا انا مسينا حتى هو غادي هو البطاطا لقيت لها الحل البصل لقيت لها الحل شوف هو الربيع بيجدرو بيجدرو بيو بيجدرو البصلة وانا كيما لقيناش ديك البصلة الحمراء اللي بغينا حنا اللي كتكون بشكل اخر كتكون هي في ال هاك هي البصلة ديال البصل الشعبي ولي في راه مشينا عند مي عبد الرحيم شراها هيك شتيها عبد الرحيم شراها شرا كثير شرا كثير شرا شي 60 كيلو شرا 60 كيلو ما عرفتش شحال قال لك 3000 ولا 4000 ما عرفتش شحال داير ما عرفتش شحال كان شرا جميل الماس فينا هاد البصلة هانتوما هانتوما البصلة هادي العادية اللي كتزوينة شوفوا الحليب شوفوا الحليب تاع البصلة شوفوا الحليب شوفوا الحليب شتو الحليب شتو الحليب تاع البصلة شوفوا جميل الحليب الحليب كيقطر شوفوا الحليب اخوتي تاع البصلة جديدة هادي هي وقتها في الصيف البصلة هنا بيا وشي شوية تاع السردين اوه عندي وبحال هكا صح صح صاف هذا هو الزيت شوف البصلة كاع دارك والبصلة خوتي هنا جلفتها جلفتها رقيقة شوف هذيك راه جديدة هذه وقت البصلة كيما كتكون شرب البصلة بزاف هنا هي شهر 10 شهر 11 تتنبت صافي تتنبت نبت ودابا خوتي موجودة غنقلعوها غنقي البصلة اليوم ان شاء الله خدانا التشيشة بالحمر راس شيشه بالحمر راس وما اخفاك ندير جوج وما اخفاك بالشيشه بالحمر راس شنو هي الغرفه الاخرى تاع تاع الخضيره ها الغرفه الاخرى تاع الخضيره هي الغرفه الصغيره ميكا ما عقلت عليها بدات قالت لك جميله هذه بصله حمراء هذه ما حاراش وهذه راه الحر زوينه هذه اجينا الخبز ما خاصش يقطع يخطى الدار الدراري بغوا الخبز البلجيكي بغوا الخبز
وحارات نحر. اي ستوب. سوفيا نوض البيت. ندو. بيج بروما. ياسرين. يا موضوع. نبغوا نوروه لكم. رطيلي يا بني يفرحوا بي. هذه الرطيلي يا خويا حنا فرحانين بي وبزاف. والماضي شغالي قاعد يعني تعريف عين الزينه. ديروا زيدي مامو شحال تما جو زيدي وحده اخرى ديري هذه هاجي وحده اخرى الخيزو. المهم درنا شكلنا خضيره تاع كسكسو تاع كسكسو الخيزو واللفت المحفور اللفت الصفراء اللفت البيضاء القرعه اللفت المحفور اللفت البلدي اللفت البلدي حنا نقولوا ليه اللفت المحفور. واش جبنا منه هو درنا خضيره اللي غندير لنا منوعه سميتها اللفت البيضاء اللفت الصفراء واللفت البيضاء من نوع الاخر هو الله وقريعه عاديه ها هي زوينه كلشي فيه مطراح هذا خفيف بزاف كلشي درنا جوج من هذاك البيضين وجوج من هاد الطراب وخوتي جميل تحط الطراب والطراب طالع عاد ريحته هو هذا هما هذا هو القريعة هذا هو الخويز هو الخضرة تاع الكسكس سيري جميل نقرد هذا هيا روحي قدام والطراب طالع ريحته ما نعاودش لكم اجي اجي تقردي في الخضرة وريح الطبيعة طالعة حداك التربة خوتي التربة كل بلاد وخيرها ولكن التربة تتلعب دور ها انتم الحباب ما كيما انا كيبغي شويه في الكسكسو ايه غنلقى واحد شوي على قول الدراري خاص نجيبو نديرو هذا هو في الكسكسو ديال الشيشه البنات اللي بغاو يتعلموا الشيشه راه كانوا كيكتبوا ليا في الكومونتيرات هاد الشيشه كي كنديروا ليها تنديروا الزيت الزيت وتنديروا اللحم وتنديروا الزيت وتنديروا البصله وتنديروا المطيشه شي دايت الكوبات تاع مطيشه وشي جوج كوبات تاع بصله على هذا المقدار اللي غنديرو حنا وتنديروا البزار وتنديروا السكنجبير وخرقوم معلقه ونص معلقه ونص وتنديروا الخرقوم عود مخالق معلقه ونص معلقه ونص وتنديروا دابا هذا حسب تاع كيلو تاع الجيش وتنديروا شويه الملحه كيلو راه كثير علينا الملحه على حسب الذوق انت يا دابا اليوم باش ياكل مع شويه غديري شويه الملح ديري على شويه غديري شويه غديري شويه هادي عاد نرشو واحد شويه على قبليان بارك باش تجي عادي باش تجي يا طوزه بارك بارك والزيت ولا زيت العود والزيت ولا زيت العود حنا ما عندنا زيت العود درنا على الزيت العادي درنا على الزيت العادي ولحم الراس ولكن تيبقى ديري على لحم الراس ديري على التقليه ديري على التقليه ديري على اللحم ديري على الدجاج ديري على بغيتي شوف انت ولكن كتصرعوا لحم الراس والتقليه والتقليه هو اللي كيصرع هاد الشيء هو اللي كيصرع هاد الشيشه وتسناي وتديري واحد القطعه تاع الربيع ولكن من بعد وكديري الربيع نديرو دوبا نديرو في الخضر نديرو لا عطا شويه وديري ها دابا غنخلوها نسد عليها والكوكو دابا اللحم راسها كياخذ طيب غادي نديرو في الكوكوط باش يطيب مزيان يطيب عاد نديرو في البرمه وندير عليه الخضره انتما تشوفوها ونفور عليك ولا الشيشه انتما ان شاء الله غادي تشوفوا الشيشه غنرقدها انتما تشوفوا معنا ودابا الشيشه ها هي غادي ان شاء الله ما تجيليش تبي فوق من البوطه لا ما كاينش فوق من الكرك كاينش فوق ياك
هادشي شركة ديال كنا شتونا شرينا هذاك النهار من عند ملدي جزير شريناها من عند طاحونة طاحونة ها هي هذه تقريبا 3 كيلو ونص انا عندي عشي كيلو الله هذا تزيد هذه هنا ماشي كل اللي وهذا راه قاعد نشوف تزيد شويه على قبل هذا سايكو وي راه صافي تتصل تقل غنغسلها ونخليها تأدير واحد شويه واحد ربع ساعة كاع غسل ما قبل ما تقلى غسل داكشي اللي تسحب فوق غسل غسل بعد داك الغسل سيبوس تطلع فوق غربيلة سلي شوفي شتي ديري 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 هوك ديري هوك وخليها خليها سلي لا غنعاود وحدة أخرى قالت خليها أنا قلت لك خليها يلاه هاكي صافي كاع داك السيبوس تيمشي داك التنقية وداكشي زين ما يا وخليني مرحبا بالشنطه ماشي قلت لك سير نزعه كبر انسان انسان زعما راك في المغرب ثانية لا ودير بلجيكي راك في المغرب عرفتي كون سمعني دابا قلت لي راك في المغرب كون صبرني ودابا خوتي غنقوا هاد نقوا هاد الخضره نقوا هاد الخضره وهاني راجعه عليكم تبارك الله عليكم والله يحفظكم والله يكثر خيركم بغيت نهز التليفون هو احنا معاكم وانتم معانا شكرا اللي تتلاقوا معانا في المغرب شكرا لكم خارج الوطن الكومونتيرات تاعكم شكرا على الكومونتيرات تاعكم خارج الوطن داخل الوطن ما تنسوش اخوتي لايك 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 راكم عارفين عندنا السينيال وما تنسوش تكتبوا الكومونتيرات تكتبوا جوج ثلاثه اربعه راه عندنا عادي راكم عارفين كاين بعد ماشي مشكل كاين الله وراه حنا معاكم ها انتم الحباب شنو باش ندير خير ندير الماء نسيق دابا رمي التيشه الحمر الراس هي جميله بغيت ميكا ملي تعطيني حتى العافيه عافزين هاي الحمرا درناه هنايا راه كيطيح في الكوكو ها هي وكتكسو وهذه البرمه غادي نديرو فيها التيشه تفور التيشه برمه بزاف زينه كنشري عكوس مسكين ما يذكرها بخير يذكرها بخير كنشري عكوس كل كنشري عكوس مسكينه الله يذكرها بخير هذه الخضره وهذه الخضره الاخرى وهذه الشيشه تبارك الله هي راها دارت ترقدت ريحتها مزيان ريحتها زوينه ديال الشيشه ديال الشعير ني ديال الشعير بلدي نعم تمشي بويا فوق تمشي لهذيك هذيك سميتها هذيك الطاحونه راه قلتها لك شي زعمتي انا ما كنتش عارفه انا الا قالت لي قال المراه قالت لي الطاحونه انا وجميله غادي نشري الخبز وانا نقول لها الطاحونه راه تبيع الشيشه بقينا ما تبيع كلشي وراها تبيع بدز بدز تبيع كلشي الدرا كلشي هذا بدز كان يقولوا لي بدز ثم يقولوا لي الدرا تقفلي بحال ديك الموتي تبيع على مناس في تلاقينا معها البارح في عين دياب قالت لنا مرحبا بكم مسكينه قالت لنا مسكينه مرحبا بكم في اسفين ندير لكم بدز على مسخن على مسخن تو هي بنت الله اييه صاتنا نمرتها صاتنا نمرتها قالت لنا راه نمرتكم في القناه تهزنا القناه تحيه ليها متبعه من الوفيات الحبابات اللي بحالكم الله يحفظكم ودابا هانتم اخوتي كنتي جاي هنايا كما رقدناها راها ترقبوا هذا ساعه ما كاينش مشكله هذا ساعه تا انت غير نوضي من قبل ما تقربي الخضره راه طبيعه ماشي مشكل دابا بسم الله نضرب الكسكاس فوق شوف اخوتي التيشه ديالنا
سمرة يعني في الشعير هذه في الشعير ريحتها تنجمج ان شاء الله المريقه غادي تجي حليلو عليها حليلو مع ما حليلو هذا ان شاء الله نخلي هذيك الثوب وغادي نمشي انايا يعني ملي كنجمع في الدار انا كنجمع في الدار نصيقها دابا غنكمل صافي جميل صافي نشاط البيت ديالي ثاني انا حياتي وزويه نديرو الصابون اللي تصبر راه تجي في الفطور ها اللي تصبرنا تجي جميله تي نسخن منك انا نسوي نحط لك طرب الشتات عجبك داير هذا هاد البوره ما كاينش في وسط الدار مهوية عامرة شراجم عندها شراجم في الكوزينة شراجم في بيت نعاس شراجم تاني في بيت نعاس شراجم تاني في بيت نعاس هذا البيوت هذا محسوب بيت ثلاث بيوت وصالون وسيجور ثلاث بيوت وصالون وسيجور ودوش وطواليت يعني متي ساعة تبارك الله الله يديسها علينا علينا مكنة كبيرة فيها 107 107 متر الله يديسها علينا ويديسها على الجميع ما ما كايناش سكنة عندنا فيها مشاكل وداكشي اللي كتبغي الجمعيه وحنا متاخرين كتبغي فين تبيع فين تسكني في المسقرة ديما في المسقرة اما هذه راه عاش غير وغير والحمد لله خيتي راني ما عنده دار في المغرب راه حالته والله خوتي دار دار زينة دروكا غندورو نشوف المغرب ونجو لدار ونجي نخاوف هنا نسكن دار زينة دار زينة تمشي هو تمشي تمشي كاع على ضربيه ثلاث ايام كاع في مراكش تمشي كاع للاسفي تمشي وتروحي لدار تحطي فيها حوايجك وديري فيها اللي بغيتي دار زين دابا ندير سبانا والله يجيب رزق الزرايبه ان شاء الله ويعوف عليه بلجيكا دابا بجوج جابي يقدر يشري لها شي ان شاء الله شي سكوين يشري لها هنا ماه ان شاء الله مال يعطيك صداقك ورخص يعطيني صداقك صداقي انا مريم يشري لك بلجيكا شي رويض هو وراه عند الله بلجيكي راه عارفني راني لايقة ليه عارف نسخرو نسخرو هذا ما تسخرش ديه ديه ما تمشيش راه عادي تمشي هذا دوش هذا فيه دوش وفيه طواليت الدار فيها جوج دوشات فيها الدوش البلدية الدوش الطواليت راه مية دولار البلدية غير باقي ما تعوش ولا ما تصلحش عايز تصلح لا لا خلاص في غلطة حيت صغيرة في البلدية ما نجيب نجي 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 هاد ديري حوايج كثير ديال ديري هاد الفوطة ديري هاد الفوطة غير بيض نمشي انا نجمع السمر ديري شطري صافك ياك جميل عندي تشوف اللحم ديالي ديري شوفي اللحم وانا عندي حاجه قوم ندير صافي تفضل ندير ليا غنوق باقا ان شاء الله حتى ما كاين صابون ايوا باقي صابون طوماطي هادي عامه كاين صابون عاديه فهمتي باني بها الحجر أمدي الله وشافي المختصر أمدي الله وشافي المخواتات بالخير ولك بالقناعة يقدر الحمد لله الحمد لله
الشرمه بخضره رطاب اللحم نديرو لفت خيزو لفت خيزو هنا كي ياخذ الطياب ياخذ ولفت هذاك اللفت كاع كامل لفت المحفور اللفت الابيض لفت الصفر كلشي داك اللفت كي ياخذ الطياب ونديرو وخيزو غسليهم مزيان خيزو نزيد شويه الخيزو نزيد خيزو بعد ديما يدتي والو نديرو شحال الطاقه تاع الربيع وحنا غادي الدنيا غادي هي هذيك راه ما عسيت غسلو نقفل عليهم واحد الشوي درتي خيزو جميله غتلاش هذه هي تنسبت صرا تفوق باش تعرفوها فارت الحباب انتما تشوفوا معنا ان شاء الله يا باش تعرفوها طابت ها انت كتلصق غتلصق هذه تعدي الربيع دابا انت كتهز ملي طيب عاد تولي دير لها هكا تلصق ما تلصقش في يدك تعود هي دير لها هكا لاصقه مع بعضياتها وهذه هاد الجناب كيتجمعوا دابا باقيين لاصقين في الجنب شويه كيتجمعوا هكا ديك الساعه عرفتيها غنوريها لكم ديك الساعه ملي غادي طيب غنوريكم كيفاش غادي تكون ان شاء الله انا زعما غادي تزيد شويه سهله سهله كاين شي واحد تيقول لك ما نعرفش نفور التيجه راه بحال الكسكسو سهله هي كتبغي ترقد صافي صافي سهلة ماشي شي حاجة لي هاي انتوما معايا نزيد خيزو الدراري وخيزو خيزو زيد الخيزو زيد يلا ما عرفوك نعس نعس هيا وخاصو يتك راه يا مس خرج ولا يعني كنا نخرجو دابا سرتاح وليدات سيري لعبو ويان شرب موناضه كنكحو كوبيه موناضه امي كتعنف هاتو معايا صافي وقال لك